أول شيء تروح لمكان هادي ومكان فيه إزعاج، والله مو بدنا قاعدة تقهوين. إي ما أعطينا هذه الشوكولاتة. إي هو الفاعل. إي والله لا هذا ما ينصح، ما تعرف ذاك العتيب والله، هي تعتبر قاعد مع أهلك كذا سواليف. إيوه سواليف، وين المذاكرة؟ وين مذاكرة الموضوع؟ ثانيا تذكرين أكلتي وشربتي، بس مو بتاكلين ذيك الدرجة اللي تصيرين كذا تجلسين مرة مرة فيك تخمة، لا تاكلين يعني بحد الشبع، بس ما يصير مرة مرة تخمة، يصير عندك خمول ما تقدرين تاكلين. تكونين نايمة وقت طويل، ترى نصيحة في الأيام العادية وحتى بعد الاختبارات خصوصا لازم ننام أقل شيء 8 ساعات، أقل شيء. لا ساعات. أنا أنا طبعا بعض الحين نتأخر في مذاكرة مواد. طيب احنا كم ننام؟ 4 ساعات. لا ما يصلح، لازم تنام. أنا أصلي عشاء وأنا. اي صح ولا حلو، العشاء لازم تنامون. افضل وقت المذاكره هو العصر، او يعني من نص الظهر لما العصر. اول شيء اذا رجعت بعد ما تتعلم المدرسه تبغون تستحون، لازم تتروشون تتغدون، ما تقدرون تذكرون بعد المغرب. اصلا من وقت المغرب لما العشاء وبعد العشاء المخ خلاص ينام، هو تعود على هذا الوقت النوم، لازم يعني ما يصير فيه طاقه. وبعد لازم يكون لازم تاخذين يعني مو بدنا تذاكرين كل الدروس كل كتاب مره واحده، لا مثلا كل 20 دقيقه تاخذين راحه 5 دقائق. 5 دقائق شو تسوين فيها؟ ما يصير جنبك لا الجوال ولا الايباد ولا اللابتوب او اي جهاز تستخدمينه. اذا انك اذا قعدتي عليه ولا بس مسكتيه تقولين والله بجد الرساله، بتشوفين رساله، احلمي انك تتركين الجوال، احلمي مستحيل. 5 دقائق سوي مثلا رياضه على الخفيف، تحركي، امشي في الغرفه، انزل تحت، امشي في الحوش، اشربي مويه، كل تفاحة، كل بطاطس، بس مو تجوين صامولية هذا الطول، خبزة هذا الطول، تاكلينها، لا، شيء بسيط. طبعاً مو بطاطس نكثر، مثلاً في اليوم واحد أكل 20 بطاطس. لا لا، نتكلم لازم بطاطس واحد أو ما تاكلون عادي. محتاج. وبعد في أدعية، الأدعية يفضل إنكم تقولونها قبل ما تذاكرون، تقولين اللهم أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل سنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير. طبعا هذا تقولونه قبل ما تذاكرون. بعد ما تخلصون مذاكرة، اللهم إني استودعتك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت. ردوا لي عند احتياجي لي. ها؟ ردوا لي عند احتياجي. إيه؟ فرد لي عند احتياجي إليه، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. إذا جاء طبعاً هذه نصيحة مني، الأفضل أنكم تقولونها، ولكنها يعني مو بسنة أو واجب، لا يعني هي يفضل، يعني هي نصيحة مني. وإذا جاء وقت الاختبار يعني سلموك الورقة، اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك.